الدوامة مع محمد الخماسي. ماهر الخشناوي. سي ماهر مرحبا. مرحبا بك سي محمد الخماس. شكرا لقبول الدعوة. سعيد انك موجود بحضنا ماهر الخشناوي. شكرا لك انت زادة وشكرا لفهم وشرف ان نكونوا في البلاتو بحضك. الله يخليك. اليوم ظهر لي تاريخ مهم ماهر الخشناوي، عنا ما يتحكي. هو تاريخ مهم بالنسبة لتونس اليوم. تونس تاخذ منعرج جديد في الانتقال نحو ما يسمى بالجمهورية الثالثة. تونس اليوم قطعت كما قطعت سابقا في ثورة 17 ديسمبر وفي ثورة شعبية معناتها عارمة ونادت بالقطع. شفنا عشرية سوداء، اليوم تونس تقطع مع هذه العشرية اللي شفنا فيها من الدماء التي تسيل في الشارع، من دماء أبنائنا من العسكريين ومن الأمنيين، وشفنا فيها ما رأينا معناتها من حاملي الشهادة العليا الذين وقع تجنيدهم للحرب في سوريا وغيره وغيره، والحديث عن المآسي يطول خلال هذه العشرية السوداء. ممتاز، هذا كل نحكيوه من بعد شوية، نحكيو على الشهادة العليا، التجنيد في سوريا، التهم الموجهة للحكومات السابقة، لكن قبل برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا، نعطيك تقراها سي ماهر ثم نبدأ الحوار بالصوت لو تسمح. التزام أني الممضي أسفله السيد طبعا ماهر الخشناوي، أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل المسؤولية فيما أقول. الضيف الإمضاء ماهر الخشناوي. طبعا عدي الحق في تعقيب بعد القراءة. طبعا ايه تقبل صح ساعة الالتزام ولا لا؟ لك حرية الاختيار. بعد التعقيب. بعد التعقيب ما هو التعقيب؟ شوف، وانا تسألت من برشا وسائل عليه معلش ما عملناش كما عملوا البرلمان السابق وتحدثنا على الدستور بكل تفاصيله او خرجناه قبل الاعلام. ثم حاجات تهم الامن القومي، ثم حاجات تهم امن الدولة، نحن رجال دولة يعني حقيقة، ونلتزم بما يمكن ان نلتزم به ونصرح ما يسمح لنا أن نصرح به في إطار مطلع على الدستور. عندك القراءة على النسخة الأولى؟ أنا جزء من أعداده، كيفاش ما نطلعش عليه؟ مطلع لي معناها تعرف اللي سيعرض اليوم مع نهاية الحلقة قدام رئيس الجمهورية الخامسة تقريبا على شيء قبل الخامسة. قبل الخامسة يعرض عليه، معناها توا وقت الحوار. أنت تعرف اللي بشي قرار الرئيس، أنت تعرفه مهار الخشنة. أنا نعرفه. تعرفه. تقبل صح ولا ترفض؟ لك حرية الاختيار. أنا تعلمت الانضباط برشا في حياتي. تقبل صح ولا ترفض ماهر الخشناوي؟ نجاوب قبل وما نجمش نصرح على وثيقة مهمة قبل ما يقراها القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية. ترفض صح؟ نرفض صح. شكرا لك، نبدأ توت سويت. مرحبا بيك في الدوامة. شكرا. الدوامة. ماهر الخشناوي إلى حد الآن يستبسل في عدم كشف خفايا ولا جزئيات الدستور الجديد ولا النسخة الأولى من هذا الدستور. مثال نحترم هذايا، مازال حوارنا طويل. أول فقرات الحوار نخرجوا للشارع التونسي نسألوا على ذي في مجموعة من الأسئلة يوجههم لك التوانسة. نعطيك أهم وأبرز الأسئلة اللي تسألوا لك. سؤال الأولاني رياضي 100%، مازالت عنده علاقة رسمية بأولمبيك سيدي بوزيد، نعم أم لا؟ هذا السؤال الأولاني. والسؤال الثاني، هل هو خريج المعهد العالي للصحافة؟ فيما يخص السؤال الأولاني، أنا كنت تشرفت بالدعوة
بأن أكون يعني في الهيئة متاع أولمبيك سيدي بوزيد، وهذا شرف لي، وساهمت قدر ما يمكن أن يكون جزء من هذه الانتصارات وهذا الصعود لحقه سيدي بوزيد، ولي الشرف التاريخي. لكن المرحلة ذي كانت هي توا أنا متفرغ تماما لمساندة الرئيس، لمساندة للمجال السياسي بصفة، لمساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد، متفرغ لمساندة الرئيس. هو باش نوضح ونحط النقاط على الحروف، الرئيس هو جزء من المشروع، وهذا أول مرة يمكن تسمعه. الرئيس ليس هو المشروع، هو جزء من المشروع. الرئيس الآن في قيادة هذا المشروع، تسمعون كثيرا عما يسمى بالمشروع. الرئيس يقود الآن المشروع، هو جزء من المشروع. أنا متفرغ تماما لدعم المشروع. ما هي بقية مكونات المشروع هذا؟ أهم مكونات المشروع ما نادى بها به التونسيون في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 25 جويلية، يعني كل الشعارات التي رفعت والتي كانت شعارات، ليس مكونات شعارات، هي مطالب ماهر خشناوي، خليني أقول. لكن المكونات، رئيس الجمهورية قلت لي جزء من المشروع، هما زوز أسئلة، مشروع من وما هي مكونات المشروع؟ ما عندكش إجابة مثال شنقبل ماهر الخشناوي؟ لا أنت تفترض ما عنديش إجابة، ما كنت خليني نكمل نجاوب. تفضل. المشروع يعني أخذ بعين الاعتبار مطالب التونسيين، وبالتالي مكونات هذا المشروع ستكون في جزء كبير منها مطالب التونسيين. طبعا الرؤية المستقبلية لتونس والبرامج لهذا المشروع هي ستحمل كثيرا من مطالب الثورة، وهي وهذا المشروع هو نتاج للثورة التونسية، ومن الطبيعي جدا أن يكون عموده الفقري هو يعني المطالب الثورة التونسية. ممتاز ماهر الخشناوي. من مكونات هذا المشروع رئيس الجمهورية، باقي المكونات هي المطالب، معناها نلقى رئيس الجمهورية مكون ولا جزء من المشروع كما قلت أنت، الجزء الثاني نلقى الحرية والكرامة الوطنية والتقليل في نسبة البطالة. ما هو القذافي، القذافي اللي يرحمه قال الإجابة بنعم أو لا فقط إجابة غير ديمقراطية. يلزمني أنا نشرح لك التفاصيل باش ما ندخلوش في مفاهيم شوية ذبابية. شوف. الرئيس الرئيس ما يحمله رئيس الجمهورية نحمله كلنا، نشاركه فيه كلنا، يعني هو مجموعة من الأفكار تمثل التونسيين، ولذلك أقبل التونسيون بكثافة عن انتخاب الرئيس قيس سعيد. هذا ما حصل، يعني مقتنع ما يجمعن مقتنع بالإجابة ماهر خشناوي، أميل بورسان مقتنع، أميل بورسان أنه مكونات المشروع أنا رغم أني لم أمضي ولكنني ألتزم دائما الحياد والمصداقية. وإذا كان ما نحبش نجاوب باش نجاوب بالمغالطة ما نجاوبش. برافو عليك. به دونك المكونات هما رئيس الجمهورية وشعارات، هذه مكونات المشروع. رئيس الجمهورية هو أحد قيادات المشروع. من هم باقي القيادات ولا شكون هم باقي القيادات في المشروع؟ القيادات من سنرى، من نراهم الآن في السلطة مع إلى جانب الرئيس، ومن سنراهم في المستقبل إلى جانب الرئيس في السلطة أيضا. اللي هما مثلا؟ اللي هما كل في كل المواقع، الولايات، الوزراء، التنسيقيات، طبعا هذون يحملون شعارات المشروع. نجم نشوفوك يعني في السلطة في يوم الأيام، عندك طموحات؟ هو أي مشروع سياسي، أنت قلت إلى حد الآن مستبسل، لما من الصعب أن واحد يستبسل قدام محمد الخميس. يلا يخليك فهمت العملية. شوف أي مشروع يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم بتومي تميمي، كلنا نشاركه أنه تونس تواجه فساد، تواجه عصاب، تواجه عصابات، تواجه لوبيات إلى آخره إلى آخره. فهمت العملية؟ أنك تغير هذا المناخ المتردي إلى مناخ صحي تحتاج إلى رجال، إلى وطنيين، إلى نساء بجنبك، مش ما نقولوش رجال بمعنى الذكورية. فهمت العملية؟ فالناس كل واحد والموقع متاعه، وكل واحد شنو الموقع اللي طلبه فك اللحظة ذيك. النجم أنا نكون في مواقع مختلفة، واني باش نعطيك أنا معناتها بين قوسين، انا شفتوني في فترات مختلفه وكذا، وعملت قبل ان يعلن او يقع الاعلان على المشروع، عملت لمصلحه الدوله ومصلحه المشروع وجنبت تونس، ونتمنى انه يرفع لي واجب التحفظ. جنبت تونس شنو؟ جنبت تونس مآسي كبيره برشا او كوارث كانت نجم تحصل، كوارث على المستوى
الأمن القومي، الأمن القومي، سياسيين، قيادات سياسية كانت تنشط في تونس. مهدد بالاغتيال ولا لا؟ مش مهدد، كانت هي تخطط من ستقوم بالإضرار بتونس. وانت كشفته؟ طبعا الكشف بمعنى الكشف أنا اخترقته. اخترقته بوسائلك الخاصة بوسائلي الخاصة. أنا أحسن صحفي استقصائي في العالم العربي 2017، وهذا جائزة عندك، جائزة في من قناة النيل. فهمت؟ لا، قناة النيل هذيك حاجة أخرى. أنا في كانت المركز العربي شرفني بأني نتسلم الجائزة هذه في أوتيل أفريكا، وكان أفضل صحفي استقصائي. أي. واخترقت السياسيين هذوما وعرفت انهم كانوا يخطوا للاضرار بالدوله التونسيه. طبعا هذا تشاركوا فيه برشا ناس توا احنا نعرفوا انه العشريه السوداء هذين حتى في الدستور اللي احنا توا قاعدين نبدلوا فيه ولا نغيروا فيه. الدستور كان يضمر شرا لتونس. الدستور قسم السلطات عمدا. الدستور الذي انتجه ثلة من السياسيين، نحبش نذكر أسمائهم، قياديهم كان يدعون إلى الجهاد، قياديهم كان يدعون إلى دولة الخلافة، قياديهم كانوا يدعون إلى يعني الحرب ضد الدولة أو ضد المؤسسات الدولة كما المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. طبعا هؤلاء لا يستطيعون إنتاج دستور ديمقراطي يهدف إلى مستقبل الدولة وإلى استقرارها. واضح. أكيد ما نجمش نقول لك شكون الجهات باش تقولي ما نجمش نجاوب، بما أنك حكيت على واجب التحفظ قبل. دونك سؤال مضي على الوقت. السؤال الثاني اللي سألوه تونس ونأخذوا فاصل، الوقت عدى بينا. في سامي الخشناوي خريج معهد الصحافة. أنا متكون في الصحافة ولست خريج معهد الصحافة. متكون في الصحافة. شكرا لك ماهر خشناوي. ناخذ فاصل ثم نرجع نحكيه على الدستور كم منها في 3 أسابيع فقط. هل هي رسالة تمأنة أم رسالة تخوف شوية التونس اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ ما هي مقترحات ماهر الخشناوي في الدستور هذايا الفصل الأول المثير للجدل اللي برشا ناس حكيوا عليه بعد تصريح العميد والسيد صادق بالعيد؟ ناخذ فاصل صغير وراجعين مع ضيفنا لليوم ماهر الخشناوي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم بداية حوارنا باش تكون توت سويت مع ضيفي لليوم الصحفي وأفضل صحفي استقصائي قلنا لسنة 2017 في المركز العربي ماهر الخشناوي. توت سويت زون فيرت، إجابات سريعة لعناوين هكا باش نقولهم لك. عطيني إجابات سريعة ماهر الخشناوي. الإضراب الاتحاد العام التونسي للشغل كيفاش ريتو؟ نسبة نجاح حسب سيد الأمين العام نور الدين تبوبي 96.22%. أولا أنا كي نحكي على الاتحاد نحكي على تبوبي وحده والاتحاد وحده. الاتحاد منظمة عريقة جدا محترمة جدا، لا يمكن أن نستثنيها من المسار السياسي القادم أو الحالي في تونس. الاتحاد له مزايا على تونس. القيادة شيء آخر، ما نجمش قولك حد شيء. نور الدين تبوبي لا يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل. ما قلتش وما نقولش. هو الأمين العام. أو إيش نقولك؟ هو نور الدين تبوبي. قال في إذاعة المنستير يعني مسيب الدولة غارقة في المشاكل، في أزمة اقتصادية، ثم يوم إضراب. قال فما مجموعة من الإعلاميين تونسا كانوا ضد قيس سعيد وخرجوا في مسيرات ضد قيس سعيد، والآن يعني عيتلهم قيس سعيد. وقال فما واحد منهم يقصدني أنا خاطرين الوحيد. قال فما واحد عيتله الرئيس قيس سعيد والآن يدافع عنه بشراسة. أنا كلموني الحقيقة مجموعة أو قدامك سورة سي نور الدين تبوبي. حسيت تبسمت تفجعت من الصوره النحات. ليلى من انا ما تفجعش، انا من الاسود يعني. هاي به انا من الاسود اللي ما تتفجعش. شوف تيرينجا تفضل خليني لا اسود تونس مش تيرينجا. خارق العاده. لا تصحيح. شوف عاد شنو قال. قال العليم يدي دافع بشراسه. انا كلموني مجموعه من النقابين قالوا لي ماهر بربي ما تردش. فما رديتش. اما كتب ستاتوي على فيسبوكي قلت اذا افترضنا جدلا انه كلام الطبوبي صحيح الحمد لله على نعمة الإسلام بعد الكفر. أوف. للدرجة هذه. للدرجة هذه. ثانيا أنا بكري شوية قلت لك راني قمت بمهمات. من أجل تونس قلت لي. لمصلحة الدولة. مش خارج الدولة. مش لمؤسسة حزبية. أنا نتمنى أنه يرفع لي يرفع واجب التحفظ لأني أنا أحترم الدولة ولد هذه الدولة وسأظل. الجهات الأمنية على علم باللي عملته.
ماهر الخشناوي. طبعا الجهات الأمنية هي اللي معك إلا معي. اي واضح. ما نجمش نزيد أكثر، وما قمت به لمصلحة تونس. أعطينا أمور عناوين ونحمد ربي في الأشخاص. ونحمد ربي ونحمد ربي اللي أنا كنت في فترة من الفترات معناتها الصعيبة برشا اللي تعديت على تونس، معناتها كنت بصدر عاري أقاوم وأجمع ما يمكن أجمعه من معلومات لمصلحة تونس، مصلحة الدولة التونسية مش خارج الدولة التونسية. كانت فما ملفات تآمر على الدولة من قبل السياسيين اللي كانوا موجودين، هذا ما سيطرح في القضاء مستقبلا يعني. سيد الأمين العام نور الدين الطبوبي قلت لي نفس البين وبين الاتحاد، لا يمثل الاتحاد تعتبره؟ أنا ما قلش ما يمثلش الاتحاد مدام منتخب. أما أنتم تنجموا تعملوا سونداج من داخل الاتحاد ماذا يمثل الآن نور الدين الطبوبي داخل الاتحاد حسب معلوماتك ماذا يمثل وأنت رجل الاختراق؟ لا مانيش، لا ما تلقبنيش برجل الاختراق. أنا أنت زادة محمد الخميسي كان يطلبوا منك قولوك تونس في اختر تو ترمي روحك على خطر ما غير حتى شك، فهمت العملية؟ أما الفرق الفرق بأنه عيت لك إكس ولا زيد ولا تعيت لك الدولة وقتها الفرق. طبعا وقت اللي تعيت لي الدولة أنا ناقف استعداد ومن من جنود الدولة، جندي من جنود الدولة اليوم وغدوة وندافع عليها بصدر عاري. وأحييك كما خرجوا في بن قردان، والملحمة متاع بن قردان هذيك تكرر نفسها، ورانا نحملوا جينات رانا نحملوا جينات من سقوا بدماء أراضي تونس. وأحييك على هذا ماهر الخشناوي، ربي يفضلك. لكن خليني اليوم تعتبروا نجاح ولا فشل الإضراب تاع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ الحقيقة مش في وقته نجح، لكن مش في وقته. لا لا ما نقولوش نجح، نقولوش نجح، ما باش نحكيو بالارقام ولا نحكيو بالخطابات بالارقام. بالارقام هو نجح في قطاع النقل وفشل في بقيه القطاعات. فشل باه، فشل في بقيه. هل يجوز القطاع اليوم نحكيو على حوار؟ فهمت العمليه؟ مع اني انا اشوف انا ما نحبش نهاجم، ما نجمش اصلا نهاجم مؤسسه عريقه كما الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن تهاجم في الأمين العام المؤسسة العريقة؟ لا ما هاجمتوش إلى حد الآن. تدويناتك فيهم برشا سخرية هي على الفيسبوك. لا لا شخصيا ما هاجمتوش، انتقدت. فما فرق بين النقد أو الهجوم. أنا نحترمه مدام على رأس الاتحاد حتى كي هاجمني أكن له كثيرا من التقدير والاحترام مدام على رأس الاتحاد. تعتبر أنه تصريحاته فيها نوع من المغالطة مثلا على نسبة نجاح الإضراب؟ يلا مش مهم. هل يجوز اليوم حوار وطني بدون الاتحاد العام التونسي للشغل؟ طبعا الرئيس لم يستثني الاتحاد العام التونسي للشغل، قدم له الدعوة والاتحاد هو من رفض هذه الدعوة. كي نقولوا هل يجوز استثناء معناتها بفعل فعل، نحن قدمنا الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الجمهورية قدم الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد عنده حسابات أخرى ما حضرش. حسابات شنو الأخرى؟ ما نعرفش، تنجم تسألها. إذا ما حضروش شنو حساباتهم بخلاف البلاد بخلاف تونس؟ عندهم حسابات أخرى بخلاف تونس؟ لا تنجم أنت تسألهم. يعني أنا ما قلتش لا ما أنا ما نعرفش شنو في ذهن الاتحاد أو في في ماهر الخشناوي. الصورة اللي عندي عليك ومعرفتي بيك أكثر جرأة في مواجهة المواضيع، نحبك اليوم تكون عندك الجرأة ذي. أوكي ما صحتش على الالتزام واجب التحفظ، نحترمه في بعض النقاط، لكن نتمنى أنه يكون حوارنا فيه فايدة للناس اللي تسمع فينا على الأقل. يعني مش كل سؤال نقول يسألهم هما ما نجاوبش وذي نمتنع. لا طبعا أنا ما نجاوبش على حاجة ما نمتلكهاش. شو أنا ما نجاوبش على حاجة ما نمتلكهاش، ما نجمش أنا معناتها نقول أي حاجة في أمين عام مؤسسة عريقة. واضح بيه. حتى ولو كان غلط في حقي أو في حق غيري أنا ما نجمش نقول، احتراما لهذه المؤسسة. غلط في حق تونس؟ لا ما قلتش، لا ما قلتش. باه السؤال اللي بعده، المسيره اللي خرجت ضد الاستفتاء وين؟ ما ريتهاش ما سمعتش بها البارح. انت شفتها؟ ليه نسال فيك سيمال الخشناوي؟ اي مسيره تنجم تقول هذيك مسيره؟ انت قل لي. هو شوف فرونس 24000 قداش فيها من حزب ربي سي محمد الخميس؟ حسب فرونس 24000 المواطنين خرجوا. خلينا من فرونس، قداش فيها من حزب؟ خمسة أحزاب. قداش جابت من واحد؟ أنت شوف مشيت تسير ترى. ليه ما مشيتش أنا ماهر الخشناوي؟ أنت المسيرة غير ناجحة. ليه شنو شاركت أنا؟ أنا النجم نمشي نشوف، النجم نمشي لأني ولد بلاد ولد تونس، فهمت؟ إذا كان تقول خمسة أحزاب وعلى رأسهم حركة النهضة، طبعا حركة النهضة في قيادة هذه الأحزاب والشخصيات السياسية،
والآلة الإعلامية والمالية اللي عندهم والكل والتجيش، وبعد يجوا كعبتين وكعبة، ما نجموش نحكيوا على نجاح مسيرة فشلت. ومسيرة ضد ماذا؟ ضد ماذا مسيرة؟ هو الدستور أثبت فشله في هذه العشرية السوداء، هذا النظام بتم تميمي أثبت فشله في هذه العشرية السوداء. أنا ألقب رئيس قيس سعيد الآن بالمنقذ التاريخي لتونس، جاء في وقته وشنو قال؟ ما قالش أنا سأستبد بالسلطة، سأستبد بالحكم، قال أنا يعني أنجز دستور بمجموعة من الخبرات وسأعرضه على الاستفتاء وسألبي مطالب عموم التونسيين. وين الخطأ لهنا صديقي؟ المنقذ التاريخي لتونس، المنقذ التاريخي لتونس، وأقولها بكل يعني بكل تجرد وبكل صراحة، قيس سعيد الآن يسطر بحروف من ذهب تاريخ جديد لتونس، تاريخ جديد والجمهورية الجديدة. كان نقول قيس سعيد ولا بورقيبة، شكون تعتبره عمل أكثر لتونس؟ علميا ما تنجمش تعمل مقارنة، بورقيبة رجل دولة، قيس سعيد رجل دولة، رجل دولة. بن علي ولا قيس سعيد؟ طبعا بحكم أني أنا قريب من قيس سعيد أختار قيس سعيد. قيس سعيد به. عبير موسي مسيرة زاد فيها عديد ولا الألف المواطنين كانوا موجودين. عبير موسي كيفاش ترى حجمها اليوم؟ كي نحكيه على عبير موسي ما نش نحكيه على النهضة. أنا راهو إيجا نقولك، أنا بالأساس ولد ريف سيدي بوزيد، يعني بالأساس، وأنا كنت قيادي في التحركات الميدانية من ثورة 17 ديسمبر إلى حد اللحظة المنادية بالعدالة والديمقراطية والتنمية الشاملة والتنمية العادلة وغيره وغيره وغيره. عبير كانت جزء من النظام، لكن وقت اللي نحكي على عبير أقول أنها ما نجمش نحطها في خانة الغنوشي، على الأقل ولو هي من نظام السابق اللي أنا ضده، ما نجمش نقول عبير خاينة لهذا الوطن، ما نجمش نصنفها في خانة الخونة حتى ولو ضدنا وبشراسة. لا أستطيع أن نصنف عبير موسي في خانة الخونة. الغنوشي في خانة الخونة؟ من المؤكد جدا، من قال حرفيا بالصوت والصورة وتكلم على المؤسسة العسكرية، مؤسسة سيادية والمؤسسة الأمنية، قال ما همش مضمونين ويتحدث على اختراقهم، وإلى حد الآن لم يحاسب، أنا أطلب من الله العلي القدير أن يطيل في عمر هذا الشخص. هاو كرم منك هذي تطلب ربي يطيل في ما أقول لك علاش. علاش الكرم؟ خليني نبينه ساعة. أيوة كرم ماكر كينه كي تطبق فيه عدالة الأرض قبل عدالة السماء. تشفي وتخلط في التشفي. لا مش تشفي. شو تحكي بمنطق القانون ولا منطق شنو؟ منطق قلت لك القانون. أنا باش نشد ونزز معناتها نجرجر في الكياس. منطق القانون. بمنطق القانون يجب أن يطبق عليه القانون. لكن اليوم ذالي ما فماش حتى قضية ضده. أنت تقول. أعلمنا. آخر حاجة. آخر حاجة. ملف الجهاز السري. أيوة. تور تحقيق. أي. ما نجمش نزيدك أكثر. زيدنا كأنك مطلع. أعطينا. مطلع أكثر من لازم. أعطينا. أعطينا مهل الخشنين. والله في فرصة أخرى بعد شوف. توا يزمنا نخليه المجال اليوم فقط. اليوم راهو يوم تاريخي لتونس. به. نهذا قلت من جينا حتى أعلم تحجير سفر على رجل الغنوش. أعلمنا كان عندك معلومة ثم خنت عديو باش نحكيه على الدستور. إيه هاو الغنوش يمريض شبيه ما خرجش يعالج البر. اللي هو في وقت اللي في البرلمان يخرج يعالج البر مريض. آه. ما ينجمش يخرج البر على خاطر عنده تحجير سفر. ما تسألنيش تقولي باش مريض خاطر وقتها ندخلوا في منطقة التشفي والمساس بال. عندك زاد المعطيات باش مريض. بيان سير بلي باش صحافي سي محمد الخميس إذا كان أنت ما تعرفش قيادي سياسي في معناتها حزب قاد تونس 10 سنين ما نعرفش باش مريض ليه عاد نحكيو فيها بعد الحصايد. ليه خلي الشعب يسمع فينا. ما هو الشعب تو ينتظر في شنو باش يقول السيد الرئيس على الدستور. ماذا سيقول رئيس الجمهورية على الدستور اليوم؟ النسخة الأولى تقدم يمكن تو في الوقت هذا نجم يكون رئيس الجمهورية بسدد الاطلاع على الدستور ولا اطلاع
بسدد الاطلاع. بسدد الاطلاع. دستور كمان في 3 أسابيع فقط، هذه تدوينة ليك. حاجة تفرحنا في المفروض أنه دستور يوفى في 3 سنوات، مع العلم دستور اللي قبل 3 سنين تقريبا 3 أسابيع هذا يكمل. نعرفش وين الخطأ، هل فما مماثلة من الفترة اللي تعديت، أم فما هكا زربنا شوية شوف صديقي ما تنساش اللي راهو الحوار الوطني يترأسه العميد صادق بالعيد. ايه. تنسيش اللي الحوار الوطني يترأسه العميد بودربيل. إبراهيم بودربيل. ايه. تنسيش اللي مع ذكر السيفات بالنسبة للأشخاص هذونا والسيفي طويلة متاعهم. ايه. ما تنسيش الحوار الوطني فيه أمين محفوظ. ما تنسيش اللي بشي تعرض على شخص في قامة الرئيس قيس سعيد. دونك هالخبراء هذونا الكل والمختصين مش نجون قلوا من معناتها معرفتهم قيمتهم وكفاءتهم ما نشكوش فيها طبعا. اي طبعا هذونا قادرين على ان يصيغوا مجموعه الافكار اللي تداولناها وتداولها الشعب التونسي في دستور جيد جدا. انا باش نعطيك حاجه معناتها ما خذوهاش. الدستور لن يتجاوز على عد الاصابع الصفحات اليد الواحده، لن تتجاوز صفحته عد الاصابع. باه هذا الدستور. اعطيني الفصل الاول فيها الاسلام ودينه ولا تنح بلي اجا نحكيو ساعه الاسلام ودينه. هذه هذه الفصل المثير للجدل واللي من اثار الجدل وعمل العركه حتى داخل الحوار. اي اجا نحكيو تو هذا ما تروح عند التوينسه تو، لكن كي تحكي عليه ولا ما تروح بلي سامحني ولا ما تروح. لا سامحني في اي مرحله من مراحل تونس ترفع خطوينسة شعب مسلم بطبيعته، علاش نعملوا في مسرحية وبروباغندا ونثيروا الشكوك ونوجهوا الرأي العام في قضية ما تهمش الشعب التونسي؟ الشعب التونسي يلوج على الكرامة، الشعب التونسي يلوج على الخبز، الشعب التونسي يلوج على الزيت، الشعب التونسي يلوج على التشغيل، الشعب التونسي يلوج أنه معناتها يعيش ويقرأ لباس. الشعب التونسي يلوج على الهوية نتاعو زاد ما تمسش. إيه الهوية ما تمستش. باش يتنحى في الفصل الأول في الدستور. ما تمستش. ما تمستش موجود الفصل الأول فيها الإسلام. لا لا الهوية ما تمستش. شيخو منك الإجابة ماهر الخشنيوي الفصل الأولاني في الدستور، مش باش نقول لك كل الفصول، اطلعت على الفصل الأولاني، الإسلام ودينه تنحى ولا كما قال السيد صادق بالعيد؟ النصوص الكبرى بداية، شوف أنا عندي واجب التحفظ حتى قبل ما نجي لهنا. النصوص الكبرى ستتناول بالأساس، وبجاوبك على سؤالك أما منسبي. النصوص الكبرى أعطينا أولوية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قبل الأولوية لأي حاجة أخرى. هذه في بداية النصوص نجد بوابها رقم واحد. في عود بوابها أنت حاجة نص آخر. هذه الأولوية. الأولوية القصوى. واضح. ولن يقع المساس بالحريات في ما وقع التنصيص عليه سابقا. به موضوع التطبيع ما تروح خير رئيس شعار الحملة بتاعه، وانا ضد التطبيع، والتطبيع جريمة. خيانة عظمى. خيانة عظمى. خيانة عظمى. اي جريمة الدولة. فما فصل موجود فيه على التطبيع. شوف ماهر الخشناوي يا باش نجاوبك، كون كريم في اجاباتك. والله كريم على الاخر وصريح على الاخر. اما اني نجاوبك معناتها بشكل يلزمني أن نوضح لك زيادة. هب إجابة واضحة. يلزمني نوضح لك. يا سيدي. توا ما تروح، احنا عنا مشكلة توينسة. عنا مشكلة توا الشعب خرج يتظاهر قالوا بالله حطوا تجريم التطبيع. رئيس الجمهورية أهم شعاراته قلت. تجريم التطبيع. رئيس الجمهورية ترى. يمكن أن تجدها في الدستور. بنسبة تتجاوز 50% يمكن أن نجده في الدستور. يمكن أن تجده. توجه الدولة التونسية أن ضد التطبيع. توجه الدولة، توجه العام للدولة ضد التطبيع. توجه العام للدولة ضد التطبيع. وما يقع تداوله في السوشيال ميديا ووسائل الإعلام هي حرب معناتها على قيس سعيد. حرب ضغط على قيس سعيد. حرب ضغط على قيس سعيد. مع العلم اللي برشا من اللي كانوا موجودين في الحوار كانوا ما همش مع أنه يكون فما الفصل في الدستور يجرم التطبيع. هذا وخرج للإعلام. أنا ما يخفيكش من الخشنيوي. شنو خرج؟ ما أنا حاضر. تو أنت حاضر. لكن فما برشا مشكلة انت حاضر. الحوار انت حاضر ماهر الخشنيوي. يا سي محمد الخميس. يا سي ماهر الخشنيوي. الحوار مش مطالب نكون حاضر. الحوار شو اسمه؟ حوار اقتصادي والاجتماعي. اجتماعي. اي. هي تناول المسائل الاقتصادية والاجتماعية. فقط. صديقي العزيز تعرف تداعيات التطبيع نجم تكون عندها دخل في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. هذا زاد ما يخفيكش. نعتبر عندك المعلومة هذه. صديق. كحد أدنى من أننا نحترموا بعضنا في النقطة هذه على الأقل. نعطيك أمنية وأنا صغير. أي. من اللي بديت نعرف. أنا نشأت في عائلة مناضلة
وعائلة يعني تجرم التطبيع في ثقافتها. أنا أتمنى أن ينصفني الله بأن أموت شهيدا على أبواب القدس. وبالتالي أنت تعرف والله على ما أقول شهيد. شوف وبالتالي الناس اللي يحملوا الأفكار هذه والعقلية هذه ما نتصورش كان يبادروا بالتطبيع أو يسعون إلى عدم تجريم التطبيع. تونس رأي في مفترق تاريخي بجاه ربي رأفة بها. شو مش نعليكم أنتو مرة أنا على العصابات والمافيات. أنت معنا فرد خنرة، أنت معنا فرد صف معك. أي ما يفعل رأفة بها من الصحفيين والعالمين كون معنا فرد صف. أي وندافع معك خارق العادة معك. نظام شو بش يكون هاي رئيسي أكثر منه هذه نجاوبك عليه. نظام رئاسي هو سيعرض على الاستفتاء. أما أنا نأكد لك حتى بعد عرضه على الاستفتاء سيكون لا مش رئاسي فقط، رئاسي تونسي كما قال العميد بالعيد. رئاسي تونسي النظام. رئاسي تونسي. من أمنياتك تاع الطفولة باش نتعدى معك الفقرة شخصيا هديه شوية الحوار نرجع بك للذكريات ثم نكمل بعد شوية في الجانب المهم. عنا برشا ما يتحكي مازال توت سويت لافيون روس. La vie en rose. La vie en rose. أول سؤال في الفقرة هذه، راضي على روحك بنسبة قديش؟ أنا؟ أنا ديما مانيش راضي على روحي. راضي بنسبة قديش يا بن الخشني؟ مانيش راضي على روحي. مانيش راضي على روحي على خاطر ما نصليش. مانيش راضي على روحي على خاطر نتمنى نقضي أكثر وقت ممكن مع والدتي. أنا نقولها ديدة على فكرة. ديدة أي. ديدة أي. أكثر وقت ممكن مع والدتي الطاعنة في السن. خاصة بعد وفاة الوالد ربي يرحمه. الله يرحمه. مانيش راضي على روحي على خاطر بون ثم كما أي إنسان كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طبعا أقوم بأخطاء ونحاول نصلحها فيما بعد. كان قل لك أسعد ذكرى في حياتك شنو تقول لي؟ أسعد ذكرى في حياتي هو وقت اللي المركز العربي حبي يكرمني على أساس ملفات استقصاء وكذا. طلبت منهم أني نجيب الوالدة معي، وكانت فما ناشطة أمريكية استدعتها فأنا ذاك حتى دولة تونسية وما جيتش واستدعتها أنا وجيت، اسمها ريت سيجيلين الله يرحمها. توفيت ربي يرحمها. اي جيت حضرت شخصيات دولية، كنت أنا اللي دعيتهم وفما اللي دعاهم المركز العربي. فلما قدمت الوالدة وتكلمت نلقى معناتها كم من الفصاحة ورباطة الجائش أمام يعني الكاميروات وأمام عند ديدا فمعناتها أكل لحظة ذيك شديت فيها دموعي. إيه لكن حسيت بفرحة لا توصف، خصوصا وأني زادة جبت معايا أم نذير وسفيان مدام سونيا، جبتها معايا وبستها وقلت لها راني حتى أنا ولدك. حسيت اللحظات هذيك لحظات فرح لا توصف، يعني المراحل اللي عديتهم في حياتي وكل حسيت هذيك أحسن لحظة. ربي يفضل لك الوالدة وإن شاء الله ديما تفرح ربي بيك. ربي يفضل لك ديدة. ربي يفضل لك ديدة وتفرح بيك. نسلموا عليها برشا وربي يفضلها ويعطيها العمر والصحة. يوم 25 جويلية ماذا يعني لك؟ يوم استرجاع الدولة التونسية. نحكي لك حيثية مهمة. احكي لي. ما تلعتش في الاعلام بالكل. ايوه دبوش اوري من السيد الرئيس الوذني به. السيد الرئيس كان انا ذاك في قفصة نهار 25 اي في زياره القفصة به. طبعا احنا المقربين من السيد الرئيس وكل يعرفوا يتنقلوا يحاولوا معناتها بامكانياتهم البسيطه يحاولوا يجيبوا العباد يحاولوا يامنوا يحاولوا بكل الطرق فهمت. طبعا تعرف الظروف الأمنية اللي كان يعيش فيها الرئيس واللي ما زال يعيش فيها إلى حد الآن. مهدد الرئيس تعتبره؟ تعال نرجع لك. تسمع
لا خلينا نكمل كمل حيثيات 25 جويلية. تسمع الرئيس دبوشاوري خذ القرار وهو في قفصة، قال ستوب ستوب، قال لك في قفصة قررت باش في قفصة قرر الرئيس الانهاء مع المنظومة السابقة. اي نعطيك معطى اخر على شخص الرئيس، على طبيعة الرئيس. انا نعرفه بليس كو ديزون، صدقني تونس لم تشهد ابدا في نظافة هذا الرئيس، في نظافة يد هذا الرئيس، لم تشهد تونس في وطنية الرئيس على الأقل في اللي نعرفه. إيه ثم ناس قريت عليهم، أما فما ناس شفتهم قدامي. فهمت العملية؟ أنا وهو في الجامعة في بداية الثورة كان يطلع في الأخبار في بلاتو الأخبار وعنده صوت جهوري هكا ويفسر فصول الدستور. طبعا كانت الناس أكثر متابعة، القنوات مش كما توا، كانت أكثر متابعة بلاتو هو بلاتو الأخبار تاع الوطنية، أخبار الثمانية، أخبار الثمانية. فكان شخصية محبوبة عند التوانسة. فأنا أنا ذاك قلت له سيد الرئيس علاش ما وديما نحكي له عليه ما ترشحش، عليه ما ترشحش. أنا قال لي أنا وديما نحكي له على فكرة، قال لي أنا كان نولي رئيس نموت والله حرفيا، إن شاء الله يكون يسمع فيه. قلت له علاش سيد الرئيس؟ قال لي أنا ما نجمش نرقد أو نرتاح وثم تونسي جيعان أو مظلوم. أقسم بالله هذا ما صدر من الرئيس، وهذا ما عرفته عن الرئيس، وهذا ما بقي عليه اليوم، وهذا ما بقي عليه الرئيس. طبعا ثم شوف شوف إجا نقولك أنا ما نزوقش ما نزينش، أنا ما تعهدنا على أنه بش يكون حوارنا صريح. أي ما صححتش، ليه ما صححتش؟ أنا كلمتي تكفي. أي ما صححتش. شوف الرئيس باللي يكون راهو داخل السلطة مش كيما خارج السلطة. فما إكراهات، راهي الدولة ذي فما حاجات صحت عليها أمضات عليها، ما يجيش شخص رئيس يقول أنا غير معني بالاتفاقيات اللي عملتها الدولة التونسية، حتى ولو تكون هي ضد مواقفه أو ضد مبادئه. طبعا يلزم وقت ويلزم معناتها تشريعات باش يغيرك المسار صح. هاي الرئيس مهدد تعتبرها اليوم؟ مهدد البارح واليوم. الرئيس كانت حياته مهدد، تعرف من وقتها أنا الرئيس وقت لي التقيته في ولا لا علينا في هذه وين التقيته؟ قل لي قل لي. شوف شوف, شوف, شوف الرئيس حياته مهدد وقت اللي قالها صراحة، قال أنا أتنصل وليست لدي علاقة بحركة النهضة والمقربين منها، وما نحبهمش ينتخبوني، وما نحبهمش يحطوا تساوري، وما نحبهمش، وداير قدم قضيه بحسب شيء. ومنذ تلك اللحظه بدات حياته في خطر، وليت بدا العيدات وجاهو. شو حياته في خطر؟ بدات لحظه حياته في خطر. تعرف وقتاش بدات؟ بدات وقت اللي الرئيس كان ضد قوانين التي كانت ستصدر في البرلمان، ضد الاتفاقيه، ضد بيع تونس. راو مش كل شيء يخرج للعلن، احنا مانيش مجلس النواب راو اللي كور بتونس واللي اشتح بمحارم تونس واللي حط غسيل تونس امام العموم. فهمت العمليه؟ واضح. ناخذ فصل صغير ماهر الخشني ثم نرجع نكملوا حوارنا معك، خليكم معنا راجعين. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم الجزء الاخير من حوارنا لليوم مع ضيفي الصحفي وكما قلت الصحفي استقصائي ماهر الخشنوي، تتسويت في اخر فقرات الحوار. اليرت روج. ماهر الخشنوي شخص متملق يبحث على التموقع. انت تستشهد بفيديو تاع الشبح السياسي اللي يشرف عليه راجل غنوشي واللي قالت ماهر الخشنوي يتلقى أموال طائلة من الإمارات بالمليارات. يعني أنا كي شفت الكونت متاعي كيفاش هبطوه، معناتها أنا لبلي أرشي مليونير في المغرب العربي. فهمت العملية؟ قالوا قبل ما 25 جويلة قالوا أخطر شخصية تخطط للانقلاب على الحكم مع قيس سعيد. قلت لهم هذا شرف لا أدعي، هذا شرف لا أدعي. نوريك فيديو نرجعوا به الذاكرة شوية مع بعضنا تاع نبيل القرب، نسموه مع بعضنا ولو حتى المستمعين متاعنا
باش ياخذ لنا دقيقه من الوقت في الحوار، نسمعوا مع بعضنا ثم نرجعوا نحكيوا عليه. كلنا كتوانسه الكلنا ينجم يصير علينا اللي صار لسينا بالقروي، والكلنا نجم يعتقلونا ولا يقتلونا ولا سمعنا شنو صار للشفيق جريه وسمعنا شنو معناتها شنو صار له، مش في اعتقاله في السجن، كيفاش جاوه معناتها المحامي نتاعو طلبوا منه ملفات، جاوه فرقه طلبوا منه ملفات، يعني توا ولينا لوجوا على توريط منافسين، وكما قال حماد جبالي ولينا نستعملوا في القانون مش نطبقوا في القانون. اليوم يعني حذاري زاد حبيت نقول انه اذا كان وقع اطلاق سراح سيد نبيل قروي، وانا بالمناسبه نتوجه لعائلته ونقول اللي راهو نبيل مش وحده، اللي راهو نبيل والتونس، واليوم رانا متضامنين مع عائله نبيل قروي ومع نبيل قروي الى اخر رمق. وانا اذا كان ما يخرجش نبيل قروي انا نقول واعلن اني سادخل في اضراب جوع يعني وحشي، لانه اللي صار على نبيل ينجم غدوه يصير، ولانه تعنى في جسد الانتقال الديمقراطي وتعنى لي انا، لاني معناتها سنوات من العمر تنزلت على الغالي والنفيس من اجل ان نراو تونس حره، تونس ديمقراطيه، تونس معناتها كيما يتغنى بها العالم، وضربوها تو ما عادش يتغنى العالم تو، اليوم ولينا نشوفوا معناتها وسقطت الاقنعه كما قال فهمت، ولينا نشوفوا في مرحله اخرى، وكان كانت اقنعه معناتها توري لي احنا ديمقراطيين، وتوا اظهرنا وجوهنا الحقيقيه الديكتاتور. شلون جو عندك ما تعلق ولا نتعد؟ عليه تتعد باش نعلق وتعليق صحيح. اضراب جوع واضراب وحشي لاول مره ايش مدخلك في الجمهوريه الجديده بعد هذا؟ لا لأول مرة سأزيل الستار على الحكاية هذه. افتح الستار. أولا أنا كنت مكلف بمهمة. به. من ومن ولصالح من؟ ومن الصعب أنك تقول أنا كنت مكلف بمهمة. صحيح. معناتها نخرج من هنا نتكلمش. لطف عليك. واضح؟ لطف عليك. إيه. به. أولا. ثانيا هات نفرك الرومان. لا مكلف بمهمة من شكون؟ من الدولة. من الدولة شقول الكلام هذا؟ لا مش باش نقول باش نعرف ماذا يخطط لتونس. باي هكا تتبدل المعطيات. اي لأول مرة أكشف عن هذا الأمر. باي لأول مرة. ثم لي بعده ثانيا أو باش نعطيك حاجة سي محمد، ما لأول مرة في الإعلام تخرج ماذا كان يخطط؟ كان يخطط لبقاء نبيل القروي في السجن، لجلب تعاطف الناس، لأنه نعرف عقلية التونسي في السجن معناتها راهو مظلوم، فهمت العملية؟ وكان يخطط كان مربحش نبيل القروي باش يعمل قضية، هو قيس سعيد في الانتخابات باش يعمل قضية من ليزي، وكانت مشاركين فيها برشا أطراف حتى ليزي، باش يعمل قضية لإبطال النتائج بحكم أنه في السجن ولم يقم بحملته الانتخابية، وإن خرج منتصرا كان يخطط لأن يقع عرضه أو تقديمه كمونديلا تونس، وبالتالي نحن كنا على علم بذلك المخطط. معناه ما كنتش دافع عليه عن حب ولا عن قناعة ولا؟ أبدا لا أحب نبيل القرب. وتدخل في إضراب جوع وحشي على خاطره. الحرب تتطلب كل شيء، الحرب تتطلب كل شيء. أنا كنت جزء، الجزء الصعب في إنجاح هذا المشروع. شكون اللي كان يخطط للسيناريو هذا انه نبيل لازم يبقى في الحبس ويخرج ويرفع قضيه؟ العصابه، المافيا، الدوله العميقه. شكون اللي كان مافيا يقودها؟ اقوى عندنا مافيا. تو انت تحب نخرج من هنا معناتها يعطوني كرتوشه في راسي؟ انا تعرضت مرتين للاغتيال والاختطاف وللتسمم. معناتها اغتيال واختطاف وتسمم. وتسمم اختطاف شكون خطفك؟ قداش قعدت؟ في رمضان قبل شقان فتر المؤسسة الأمنية على علم بذلك،
جاتني سيارة سيفيل من غير سيري. طلعت فيها وريني واحد كارتة متاع أمن. طلعت ورايا واحد ملتحي حذرني وهددني وهبتوني في بلاصة بعيدة، معناتها الحكاية نتاع 30 مينيت. خمسة دقائق قبل شقان الفتر، 30 مينيت على دارك. على داري أنا طبعا متوانسة اللي سيمو. فهمت؟ هذا الاختطاف. الاختيال كيفاش محاولة الاختيال؟ من شوف أنا نوعدك أنه بعد ما تنتهي الخوذة هذه نعطيك برشة تصريحات مهمة، خلينا نتعدوا لأنه المرحلة هذه ما تهمش ماهر الخشنوي. هني عطيتك لأول مرة أزحت الستار على أمر على مهم، على الكلام اللي تقال فيه، على أمر مهم، على أمر مهم. يعني كنت أعاني الأمرين. تيسهلوا جيبوا واحد من الاستعلامات التونسية سألوه الزحف، تعليش تسألوا فيين ماهر الخشنوي؟ كنت مستعد انك تضحي بروحك في سبيل تونس؟ يعني التوى نجم نموت على خاطر تونس، توى انا من في الوسائل العليا ما نجمش نبكي، اما احيانا مع نفسي حتى فيديو يبكيني، مع اني شرس جدا ومستعد كي تكلفني دولة او كي تقتضي المرحلة اني دولة ذي باش تتمس وامنها باش يتمس نكون جندي واحمل السلاح دفاعا عن تونس، ولا اطلب في ذلك اي مقابل. بعد الحلقة ذيك كي خرجت اتصلت برئيس قيس سعيد؟ أنا دائما على اتصال بالسيد الرئيس. بعد الحلقة ذيك، بعد كلامك على نبيل القرو، أنا دائما على اتصال بالرئيس. وبعد الكلام على نبيل القرو ما تحاولش تربط بسهم، لأنه أنا دائما الرئيس صديقي وهو رئيس الجمهورية التونسية، ويعني ممكن نضحي حتى هو على خاطره. عود لي الجملة هذه. ممكن حتى هو نضحي على خاطره، يمكن مستعد ضحي حتى على خاطر الرئيس قيس، لأنه الآن هو بصدد إنقاذ الدولة التونسية. ماهر الخشنوي شكرا على صراحتك، شكرا على الإجابات متاعك، رغم في بعض الأحيان نحترم فيك واجب التحفظ، ما عطيتش كل الإجابات بالطريقة الواضحة، لكن لمحت لبعض الإجابات والمعطيات، أعطيتني وعد أنه بعد ما تتعدى الفترة هذية يكون عندنا حوار آخر أكثر وضوح وأكثر صراحة. شكرا لك ماهر الخشنوي. شنو الدهشة؟ ما هو نعطيوك الماء؟ نعطيوك الماء؟ لا مش تعطيوني الماء. انت شرس جدا في الحوار معاك، ما كنتش نتصورك خاطر عملت برشا حوارات، اما حوار بالشراسة هذه ما اقتلعت مني معلومات ما كنتش ناوي نخرجها. فهمتها؟ الله يخليك ماهر الخشنوي، ربي يفضلك. الخمسة توسار الوقت تاع انه الرئيس يطلع النسخة الاولى، باش نتابعوا مع بعضنا نشوفوا شنو قراءة رئيس الجمهورية، شنو المعطيات اللي مش فاهم. عرافة قال تونس باش تولي كيما دبي. خير من دبي؟ اي باش تولي خير من دبي تونس، تأكد من ذلك. هذه معطياتك أنت؟ هذه استشراف مبني على وقائع علمية وسياسية واستعلاماتية. واضح. دونك العرفات مهدين بعد تصريحات سي ماهر الخشنوي. كنكون وكملنا حلقتنا لليوم، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا.